هلا والله. طبعا يوم وصلت طلبيتي اللي بـ0 ريال، متخيلين؟ طبعا الطلبية من شيئين، طلبتها بكردات هذيك هلكم سبق تذكرونها. المهم هذا أول دفعة، باقي دفعة ثانية. طبعا كلها طلبت اللي احتياجات، ما طلبت صراحة ملابس. فبقيمة 555، هذه بـ400، وباقي دفعة بـ200 أتوقع، بـ100 وشي. يوم فتحت سكوب، جوي، I love it. مع الأسف هذه طلعت اللي بـ100، ما طلعت الثانية. والله كنت هنزل الثانية. حسبي الله تمام. عادي عادي، خفن. أول شي هذه عربة برويكم، بركبها معاكم، برويكم باقي. عن هذه حتى تخزين، بركبها خليني استخنها. فين هذه بـ17. المهم الطلبية الأساسية ما جات، تخيل بابا عني، هي موجودة بس أخي ما استلم. المهم دبت من قبع اللي بعده، خلاص من هذا الجل. فحابة أنظف مكياجي، أخشف. ومن اللي بعده طبعا طلبت هذه الأظافر. عندي هذه حلوة، مو حلوة بس نعرف كبيرة على يدي، حتى لو قصرتها ما أعرف. أنا أبى شيء اللي بس يكون على يدي دايركت، حبيت صراحة. اللي بعده شلون نفتح الشبستة؟ والله ناسية. مامي صدمني الحجم، ما توقعت صراحة. يو جودة بس حلوة. لك هذه أكياس عشان الحنة والستر والماسكات حق الشعر، مرة حلو عشان ما بقى. هذا القطن دائما آخر مرة رحيل. يو توقع هذا جهاز حق وجه، توقع ضحكوا. الباقي ميك اب من شركة جديدة اللي صارت شين، هذا طبعا الأظافر. هنبطل هذا نشوف شنو جوا. يا بنات شويكم مرة حلو. ولت يا بنات فظيع. كبنا مناكيري فظيع، أمي قاعدة عكس مرة فظيع يحمس. نايس. هاي ما لي ريفيو بعد ما جربه. نايس. خلينا نفتح باقي الميك اب. نبدأ بأول شيء البكش. ماي جاد البكنجينج البك، ما أعرف أنطقها. مر لي عقبي موت. أنا ميت مي الله. ماي جاد كيوت. أتوقع الكل يعرفها، يعني في أي مقطع بنت كورية بتشوفينها تستعملها. طبعاً أنا طلبت الاثنين، الثاني بتوصل مع طلبية العيد حق أختي. طلبت الوردي والبني. وقلبوس حنون وزوب والأحدام وتربوز. قلبي الصغير لا يتحمل، لا يتحمل هذه الأشياء الصدمونة. آه تكفى لا جناب أبكي يا بنات شو أحلنون. الحمد لله وصل في امان، حبيتها نعيسنا. ناي هم الميك اب افتحها في يوم الميك اب افتح في بارت تول، انه مستحيل يكفي بارت.